واحد بيقول انا شاب عندي 23 سنة واعمل في شركة تراسكو في وظيفة كويسة ومعي زميلة في العمل اعجبت بها جدا واريد الارتباط بها ولكني لا اعرف شعورها من ناحيتها وعلمت ان مستواها المادي افضل مني وانا اعتبر هذا عائق حيث ان والدي توفي وانا عندي سنتين ولم يترك لي اي شيء سوى هذه الجوهرة الثمينة وهي امي التي ربطني انا واخواتي البنات ارجو الصلاح لها. روح يا ابني تقدم ليه، شوف عنوان ابوها فين وتقدم ليه وما تخافش، انت مركزك كويس وسنك صغير ووظيفتك كويسة فخلي عندك ثقة بالنفس، يعني هي هتلاقي واحد احسن منك في ما تلاقيش. تقدم ليها رسم وتسيب الحكاية بقى لوقتها، مع العلم ان بيقول مع العلم اني سأسافر الى الشركة في الجزائر والى هناك في وظيفة افضل وراتب افضل بكثير الى هل أصارحها بإعجابي بها أم لا؟ صارحها بدون معاكسة، يعني ما تخليهاش تشعر إنك أنت بتعكسها أو بتغزلها أو الحكاية كده عواطف. بقول لها أنا أحب أرتبط بيكي ما ردتش، اقول لها نديك فرصة تفكر.